Welcome our dear students of grade 2. اهلا بيكم احبائي من تلاميذ grade 2. النهارده هنبدا chapter number. ايوه شفت العلامه اللي ظهرت جنبي دي؟ ايوه كلنا عارفينها دي بلس، يعني chapter. النهارده addition addition and addition، كله addition. بس قبل ما نبدا في الادديشن كده هيكون عندنا شويه rounding. الاول هناخد الفرونت اند استيميشن، هنعرف يعني ايه فرونت اند ويعني ايه استيميشن ويعني ازاي نستخدم الاستراتيجي. وبعدين هيكون عندنا بعد كده راوندنج، موضوع سهل جدا. هيكون عندنا راوندنج 2 ديجيت نمبر تو ذا نيرست 10 وراوند 3 ديجيت نمبر، وعارفين يعني ايه 3 ديجيت نمبر تو ذا نيرست 100. وبعدين هنخش على الادنج، هناخد ادنج 2 ديجيت نمبر يعني نمبر عنده 1s و 10s هناخده without regrouping، وهنعرف يعني ايه regrouping. تمام، وهناخد adding 2 ديجيت نمبر with regrouping. وخدنا 2 ديجيت نكررها مع ال 3 ديجيت، هناخد adding 3 ديجيت نمبر without regrouping وكمان with regrouping. ولو عندكم وعندنا وقت كمان هناخد word problem. موضوع سهل جدا، شابتر بسيط جدا، مفيش فيه اي حاجه، كله على الاديشن، وبرده هيكون معانا جميل جدا وسهل جدا ان شاء الله مع قناتنا قناه السكولا. يلا بينا نبدا lesson number 81 واللي هنتكلم فيه على front end strategy for estimation. يلا بينا lesson number 81. هنا بيقول لي use front end strategy to estimate. تمام، هنا بيقول لي 22. الموضوع هنا سهل جدا، انا بروح فين؟ زي ما هو كده بيقول لي. تمام، ها to the first digit from the left، اول digit هنا from the left اللي هي مين؟ ال2. تمام، طب ونعمل ايه؟ write 2. طيب وبعدين ها all digits before 2 replace it by 0، بس كده. طيب هنا عشان النمبر عندي 2 ديجيت، طب لو كان 3 ديجيت هروح لل 100، طب لو كان 4 ديجيت هروح لل 1000. اه ها to the first digit from the left اهو. تمام، هنا قال لي 67 estimate 67 by using front end strategy. اه ادي ال 6. تمام، طيب وال ديجيت في 1 ديجيت يبقى put 10. تمام، طب يلا بينا تاني 132. خلي بالك احنا قلنا ايه؟ the first digit from the left عشان مفيش حد يقول لي 3. هنا ال 1. طيب how many digits before 1؟ في 2 يبقى 2 zeros يبقى 100. تمام 487. تمام ها by using front end strategy. تمام يبقى ال 4. تمام right 4. طيب ها how many places before 4؟ في عندي ال 8 وفي عندي ال 7 يبقى put 2 zeros يبقى 400. طب انا بتعلم ليه الفرونت اند استراتيجي؟ ها علشان الاديشن والسبتراكشن، تو هيلب اس ان اديشن اند سبتراكشن. طيب تعالى بص كده. تمام بص معايا، هنا بيقول لي 458 296. تمام، احنا قلنا فين هنروح؟ على ها the first digit from the left او على highest place value. يعني ايه؟ ما انا عارف ان ال 100 هي ال highest place value. انا عندي 8 في ال 1s 5 10s 4 ها in 100s، فاكيد ال 100s ال place value هي الاعلى، ان 4 in 100 ب 400، لكن 5 in 10s دي 50 و 8 in 1s يبقى 8. طبعا ال 400 هي ال highest place value. طيب يلا بينا ها زي ما اشتغلنا. تمام estimate ال 4 هتبقى زي ما اتعلمنا 400 وال 296 هتبقى ها 200، هعمل لهم addition يبقى بلس. تمام تمام يبقى 400 بلس 200 equals 600. يبقى انا هقدر اعمل respect او هقدر اتوقع يا والله دول لو عملت لهم بلس ممكن يروحوا فين؟ عند ال 600. بس لسه هقول لك حاجه كمان شويه. طيب ممكن استخدم الموضوع ده في السبتراكشن. تعالوا بص 654 minus 379. تعال نعمل estimation by using front end strategy. ال 6 طبعا 654 هتبقى 600. تمام وال 379 هتبقى تمام 600 minus 300 equals 300. بس عايز اقول لك حاجه،
الفرونت اند استراتيجي ساعات ما بتدنيش يعني answers بتبقى يعني closer قوي to the ايه to the real answer، ما بتقربنيش قوي من الانسر الحقيقيه. يعني مين قال ان 296 تبقى قريبه جدا من 200 مع ان يا دوب احنا محتاجين 4 بس علشان نوصل ل 300؟ يلا بينا. بيقول لي use front end strategy to estimation، تمام. 13 estimate number 13 by using front end. قلنا يعني ايه front end؟ يعني estimate the number to the highest place value. يعني ايه؟ انا عارف ان 3 and 1s وال 1 and 10s، يبقى ال highest place value اكيد ال 10s. او بقول ها estimate to the first digit from the left، اللي هي مين؟ ال1. طيب وي الديجيتس ال بيفور 1 ريبليس ذم باي 0، ببدله يبقى 10. موضوع فيري فيري ايزي. ها 126 ones 10s و1 in 100s، يبقى الهايست بليس فاليو او ها ذا فيرست ديجيت فروم ذا ليفت اللي هي ال1، وهنا 2 ديجيتس ريبليس ذم باي 2 زيروز يبقى 100. سهل جدا. 38 تمام، first digit from the left L3. طيب وال8 replace it by 0، تمام. ها 348 ال highest place value اكيد ال 100s اللي هي ال3، ها و2 zeros اللي هم ال2 digits اللي قبلها، تمام. 77 في هنا 7 in 1s و7 in 10s، طبعا ال highest place value ال7 in 10s، تمام، و0 تمام. 892 واحد بيقول لي 9، لا انا مش ببص على الديجيتس، انا ببص على البليس. هنا ال2 في الوانز، هنا في التنز، وال8 في الهندردز. او لو مش عارف الموضوع ده تعالى على اخر ديجيت اللي هي the first digit from the left ال8، وكل الديجيتس اللي قبلها هعمل لها ريبليس باي 0 يبقى 800. يلا بينا. طيب use the front end strategy to estimate. هو انا ليه بقى استخدم الاستيميشن سواء الفرونت اند في السيشن دي او السيشن اللي جايه ان شاء الله لما اتكلم على الراوندنج؟ ليه؟ to add and subtract، علشان تخلي لي الموضوع كده easier when we add or subtract. طيب يلا، قال لي 42 plus 13، انا هنا لسه مش هعمل الاكتوال sum، انا هجيب الاستيميشن، تمام. 42 estimate 42 by using front end strategy، تمام. يبقى 42 we estimate it as 40، تمام. وال 13 تمام 10، ايوه ادي the first digit from the left، يبقى 40 plus 10 تمام خلاص يبقى 50. يبقى 42 plus 13 estimated to 50. طبعا لو هعمل الـ actual addition هيبقى 2 plus 3 equals 5، 4 plus 1 equals 5، بس ده مش موضوعنا، انا النهارده بتكلم على الـ estimation. 6122 estimate 61 by using front end estimation، تمام. يبقى 60 على طول، ها the first digit from the left يبقى 60، وال 20 هنا تمام، وال 22 تبقى 20، يبقى 60 plus 20 تمام equals 80. يبقى 61 plus 22 is estimated to 80. خلي بالك انا لما اجي اعمل الاكتوال اديشن مش هيطلع exactly 80، هيطلع closer to 80، nearest to 80. ممكن يبقى 81 82 83، أو ممكن يبقى 79 78 77، لكن هيكون closer to 80 around 80 nearest to 80، لكن exactly لا طبعا مش 80. اوكي يلا بينا. ها use front end strategy to estimate. هو الفرونت اند او اي استيميشن ينفعش غير مع الاديشن وينفع فيه السبتراكشن. طب يلا 61 minus 32، موضوع minus 31، 62 minus 31 تمام. first estimate 62 تمام، ادي the first digit from the left L6 يبقى 60،
و 31 يبقى 30. 60 minus 30 تمام. ها subtracting 10. 6 minus 3 3 يبقى 30. يبقى 62 minus 31 by estimation is nearest to 30. مش exactly 30 يعني around 30. ممكن تبقى 31, 29, 32, 28 and so on. يلا بينا. ها 82 minus 54 by using front end strategy. تمام. اوكي ها 82 تمام. فين ال highest place value؟ اكيد ال 8. مش عشان هي 8 لا، علشان في ال 10s. تمام 8 and 10s يبقى 80. 54 تمام يبقى 50. 80 minus 50 80 minus 50 equals تمام equals 30. 8 and 10s minus 5 and 10s equals 0. طبعا 0 minus 0 equals 0. يبقى 82 minus 54 estimated to 30. يعني مش هتبقى exactly 30 ولكن nearest to 30. موضوع سهل جدا. Use the front end strategy to estimate. تمام 71 plus 26 تمام خلاص عرفنا الموضوع. 70 هتبقى 71 nearest to 70 و 26 nearest to 20. وهنا دايما المطب اللي بنوقع فيه، هل الفرونت اند استيميشن يعني بيرفكت ان استيميت؟ في الحقيقه نو. ليه؟ لان 26 يعني مش closer to 20، مش nearest to 20، لا طبعا nearest to 30، وده اللي هعرفه السيشن الجايه. 70 minus 20 تمام 70 minus 20 is 50. يبقى nearest to 50 خلي بالك sorry I'm sorry the plus يبقى 90 I'm sorry. خلي بالك لو عملنا ال actual addition 1 plus 6 7 7 plus 2 9 97 يعني ال answer دي مش هتبقى accepted مع ال front end strategy. طيب في عندنا number اهو في format from 3 digit 210 by using front end strategy. خلي بالك ال 210 تمام فين ال first digit from the left؟ يبقى 2 وال digits اللي قبلها تبقى 0 يبقى 200. طب وهنا تمام 430 تبقى 400. 200 plus 400 تمام equals 600. يبقى 210 plus 430 estimated to 600. يلا subtraction 91 minus 29 تمام 91 by using front end هتبقى excellent برافو 90 وال 29 هتبقى 20. وطبعا خلي بالك subtraction 20 minus 9 9 tens minus 2 tens equal 7 tens اللي هي 70. طبعا 91 minus 29 closer to أكيد 70. And finally 548 minus 239 تمام ال 548 هتبقى closer to 500 طبعا by using front end. Well 239 هتبقى 200. 500 minus 200 equals 300. يبقى the difference between 548 and 239 is nearest to 300. يبقى دي كانت السيشن بتاعتنا النهاردة lesson number 81 واللي اتكلمنا فيها على using front end estimation strategy. We النهاردة اتكلمنا ازاي نستخدم الفرونت اند في الاديشن وفي السبتراكشن. ممكن ما يكونش الفرونت اند يعني بتدي بيرفكت او اكسبتد answers، ما بتكونش nearest او closer اوي to the real actual او real sum. لكن هنيجي في ان شاء الله في السيشن الجاية في lesson number 82-83 لما هنتكلم على rounding 2 digit number rounding 3 digit number، هيكون rounding بتاعنا والestimation بتاعنا nearest to the actual sum او nearest to the actual
ديفرنس. ما تنسوش تابعوا كل الحلقات بتاعتنا على قناتنا الجميله قناه نسكولا او قناه نسكولا كيدز، وتابعوا كل حلقاتنا ماس اوف جريد 2 ود مستر هشام النجدي على قناه نسكولا او قناه نسكولا كيدز. مستنيينكم في السيشن الجايه ان شاء الله. باي باي.